كابتن اشرف اروح ليك عن تعقيبك على الشوط الثاني، وشفت الاصرار اللي كان موجود في نادي المقاولون وايضا لحد كبير جدا نادي الداخليه انه يعود برومنتادا ويتعادل واهدار ركله جزاء. هل فرط وندم المقاولين الداخليه على ركله الجزاء اللي سددها شريف داب واضحها؟ لا يعني مش هنقول ان هو ضربه الجزاء هي السبب في الهزيمه، انما هو يعني يمكن برضو انا بعذرهم ان ده الماتش الثاني يا طارق على التوالي بيتغلبوا في وقت قاتل، يعني في الدقيقه 97 بيخش فيهم هدف بيقتل طموحهم خالص، بيخليهم المره الثانيه على التوالي بينهزموا. برضو فرقه لما تكون نازله من الدوري الممتاز وتبتدي تقابل هزيمتين ورا بعض في اول مباراتين في الدوري، ده برضو يعني الروح المعنويه بالنسبه للاعبين وبالنسبه لمجلس الاداره والناس المشرفين على الكوره بيبقى تايم، واللعيبه نفسها طبعا. لكن هم ادوا اداء هو وفرقه المقاولين في الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني. يمكن الشوط الاولاني ما كانش فيه لمحات فنيه اتكلمنا عليها كتير باستثناء الفرصه او الفرصتين اللي ضاعوا من كل من كلا الفريقين، انما الشوط الثاني يعني افضل نسبيا، وخصوصا لما اتعملت التغييرات في الدقيقه 53 بالنسبه للداخليه لما نزل يحيى حامد هو ويوسف تونجي ابتدى يعني في الداخليه تشتغل لغايه لما الهدف احرز فيه الدقيقه 63 هدف الداخليه من خطا دفاعي طبعا واضح في الرقابه من محمود صقر على تشارلز احرزوا الهدف، ابتدت الداخليه زي ما طارق بقت رد فعل لفعل المقاولين العرب زي ما قلنا في نهايه الشوط الاولاني، الداخليه دايما هتبقى رد فعل. ابتدوا 20 دقيقه لغايه الدقيقه 83 لاسلام عبد النعيم لما احرز هدف التعادل بخطا واضح طبعا محمود ابو السعود، ابتدوا 20 دقيقه بيضغطوا على المقاولين زي ما قال طارق، طب ما انت عندك الامكانيه وعندك الدافع وعندك الطموح ان انت تقدر تضغط المقاولين في ملعبهم، ما كانش عندك مشكله. بس كان التخوف هنا على مساله المعامل البدني، هل هيستمر الضغط ده من هو ما ضغطش من الاول هو ما ضغطش من الاول، والشوط الثاني مش يعني هو سابوا البعض مساحات بيشتغلوا فيها الى حد ما لغايه لما الدقيقه 63 احرز هدف تشارلز المقاولين، ابتدى الداخليه يضغط بكل قوته، ابتدى يبقى عنده شراسه هجوميه لغايه لما احرز هدف التعادل، ومن هنا ابتدى عيد مرازيق يلم فرقته هو خلاص ارتضى بالبونت ما عندوش مشكله، هو زي ما قلنا بيلعب فرقه كبيره في ملعبها فقال اطلع ببونت احسن من ما فيش، فبالتالي يمكن الدافع كان اقوى عند المقاولين العرب زي ما قلت حضرتك، هو عايز يتصدر البطوله من البدايه. محمد مكي كان واضح من تغييراته اللي نزلها يحيى حسين البدري ومحمود سيد ومحمد سالم وتريكا، نزلوا عملوا الفارق عملوا الضغط عنتر فاق قوي الشوط الثاني، لما طارق قال ان هو لازم ياخد بوزيشن معين يرتجس في بوزيشن معين عشان يقدر يديلك، وهو ده اللي عمله مكي الشوط الثاني، ابتدى عنتر يشتغل ناحيه بيلعب رقم 10 يعني تحركاته ابتدى يشتغل من ناحيه الشمال، عمل كورتين خطر قبل ما يحرز الهدف، ويمكن ربنا كلل مجهوده لان هو ولد يعني محترم ولد لعيب كويس هادي في لعبه، ربنا كلل مجهوده بالهدف القاتل اللي يعني عايز اقول ادى المقاولين اغلى 3 بونت فعلا، يعني المباراه الثانيه على التوالي بيكسب بهذه الطريقه، فاذا الفرقه دي بتدي رساله لباقي فرق الدوري ان هم لا عندنا شيء كويس بيحصل في الفرقه، بنكسب في الاوقات الاخيره، دي مهمه جدا 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 لاي فرقه بتكسب في البلاس 90، دي حاجه بتبقى كويسه جدا بيبقى في مؤشر ان الفرقه دي ماشيه على الطريق الصحيح. الف مبروك للمقاولين العرب، هارد لك لعيد مرازيق وفرقته، عملوا اللي عليهم النهارده، ولكن الحظ في ضربه الجزاء اللي ضاعت لشريف دابو يمكن دي برده مش عايز اقول هي سبب الهزيمه النهارده، انما التوفيق وعدم التوفيق يعني طبعا فرط طبعا هو فرط اكيد في البونت لان هو استنى لغايه لما المقاولين يحرز هدف عشان يبتدي يهاجم، فبالتالي يعني مبروك طبعا للمقاولين العرب وهارد لك للداخليه. اللقاء تحول الى حد ما برضو يعني في بدايه الشوط الثاني كانت الداخليه رايحه، وزي ما كان حصل في الشوط الاول برضو الداخليه كانت بادئه بالضغط، لكن محمد مكي قدر يعمل تغييرات يعني بشكل او باخر تعدل الموقف للمقاولون العرب، محمود سيد جواكيم ومحمد سالم محمد هاني، كل التغييرات دي كانت لها تاثير باين في ارضيه الملعب بالفعل بدري ده من الدقيقة 58 خاصة يعني. كمان الجبهة اليسرى في لعيب كويس جدا 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 احمد فوزي الباك ليفت بتاع نادي المقاولين العرب، ونزل قدامه حسام البدري، الاثنين عملوا جبهة قوية جدا، بقى كل الشغل من ناحية الشمال كروسات باص في منتهى الروعة، كروسات باص قوية جدا خلت فرقة المقاولين في كل كورة عرضية في خطورة كبيرة جدا على مرمى الداخلية، وده شغل المدرب اللي هو عارف امكانيات لعيبته ودفع باثنين، بص يعني ادي اول كروس لازم يبقى في توقيع من ناحيه اليسرى تشارلز باسي فوت هوب جون جيله تاني يحرز الهدف 10 على 10 ان انا فوتت الكوره وكملت في ال 18 وابتدت من عند عنتر برده في عمق الملعب هو اللي عامل الكوره. الله ينور عليك كابتن اشرف ان اوريدي عنتر ابتدى الهجمه حط ناحيه الشمال تشارلز باسي بيفوت وشايف الباك ليفت كويس جدا راح وكمل،
كمان في اكتر من كره بالشكل ده باتفاق ما بين البدري حسين البدري ومع لا مع احمد فوزي. الثنائي ده عمل شغل من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال قوي جدا جدا. وبدا الكابتن مكي يشتغل على الجنبين بشكل كتير. سواء ما فيهاش بقى هنا الداخليه ما عرفش ان هو يعيد مراتيه يتعامل مع انت خد بالك انت خد بالك مع الضغط الهجومي مع اصرار على الفوز مع المكسب بدا يزود عدد كمان بنزول جواكيم وبنزول محمد سالم كاتنين فراوده قدروا يعملوا الفارق قدروا يعملوا الفارق مع المقاولين بشكل كبير جدا. بقى انت بتشتغل اتنين فراوده صراح وكمان بتشتغل على الجنبين بشكل كويس سواء من ناحيه اليمين عن طريق امير عابد واعتقد سيد ابو امنه او لما نزل جواكيم ومعاه ناحيه الشمال حسام البدري او حسين البدري ومعاه احمد فوزي بدات تشتغل جبهتين اقوياء جدا. الميزه في الجبهه الشمال الكروس باس. بحيي الكابتن برضو للحق بحيي الكابتن محمد مكي لا تشارلز عيد مرازيق الكابتن عيد مرازيق على التغييره بتاعه النمره اللي هو عمل البينالتي. لعيب صغير في السن واضح عليه لعيب قوي جدا مميز عمل قلق بالنسبه لفرقه المقاولين العرب في قلب الملعب اللي هو المتولي محمود هو بدل من اسلام عبد النعيم. متولي محمود ده عمل قلق كبير جدا وكان سبب في البنالتي اللي اتعمل لفرقه الداخليه وكمان في الجون مشترك مع اسلام عبد النعيم في الكره دي او في مش لا شريف دابو لا هو عبد الرحمن شريف عبد الرحمن شريف الله ينور عليك. ده عمل قلق بص الجبهه هنا بص ادي اهو تاكيدا لكلامنا بص كل الكروسات منها الاثنين اشتغلوا بشكل كويس جدا في خطوره اتعمل خطوره وعجبنا عنتر ان بيزيد رقم 10 وبيزيد يبقى 9 وبيزيد يبقى في الصندوق معاهم عشان يعمل سيادة عدديه قلب طريقه اللعب اللي بقى يعني ده برضه عنتر يعني عارف وشغل بسم الله ما شاء الله عليك كابتن مكي حافظ عارف امكانيات لعيبته كويس جدا بدا يشتغل بقول لك على الجنبين عن طريق الاثنين دول غلطه بص اهو برده نفس الكوره اللعيب التغيير ابو شعر ده كان تغييره قويه جدا جدا عبد الرحمن شريف كانت تغييره قويه جدا بالنسبه للكابتن سعد بنعيم والله 3 نمره 23 في الداخليه 22 23 بس هو مش موجود هو السبب هو مش موجود هنا بس هو عبد الرحمن شريف مش موجود اسمه في البتاع هو 23 ولا 29 29 انا اسف 29 عبد الرحمن شريف لعيب خطر جدا ولعيب متحرك ولعيب عنده سرعه وعنده امكانيات كويسه قدر يحول فرقه الداخليه في الحاله الهجوميه في الحته الهجوميه بشكل كويس جدا جدا.